السيد محمد يعقوبي عن المجهودات التي بذلها على الدفاع والتفادي والعمل الجاد والدؤوب الذي أبان عنهم خلال مدة توليه المسؤولية بهذه الجهة. أهنئه على تجديد الثقة السامية في شخصه لجوال جهة تنظيم سنة المنيطرة وعاملا على عمل تنظيمها. السلام عليكم. اليوم حنايا في مقر ديال الولايه طنجه تطوان الحسيمه، جينا واحد الحفل تنصيب الوالي الجديد، وفي طبيعه الحال توديع الوالي اللي عزيز علينا السيد محمد اليعقوبي، اللي خلى واحد البصمه كبيره هنا في طنجه. صحيح الله حنا ما سخيناش فيه، ولكن كنتمناو الخير في الوالي الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت مناسبه ان تعرفنا عليه عن قرب وحضرنا الاجواء اللي كانت هائله جدا. وحنا كمجتمع مدني كنا في واحد العلاقه طيبه مع السيد الوالي السابق، ونتمنوا انها تكون اروع واطيب مع السيد الوالي اللي جا جديد. ومرحبا به، كنرحبوا به في مدينه طنجه، وكنقولوا له حنا معاك دائما وابدا لصالح الوطن ديالنا ولصالح لصالح الشعب ديالنا، اللي حنا كلنا خصنا نخدموا يد وحده ونكونوا نكونوا يد متماسكه في العمل. محمد اليعقوبي واحد الشخص اللي زعما شخص عطى بزاف في هذه المدينه، اللي كنشكروا بزاف حنايا بصفتنا جمعيات. واحد الشخص اللي زعما اون جينيرال شخص واعر بزاف، واعر. وانا كنظن بان السيد يعقوبي عمره شي واحد يجي وياخذ بلاصته. نتمنوا ربي يوفقه ويعاونه، وشخص اللي عزيز بزاف ويبقى ديما عزيز وعطى بزاف، وان شاء الله ربي يعاونه في الرباط ان شاء الله يا ربي. والوالي الجديد نطلب من الله نشوفوا شنو يعمل، حنايا خصنا نشوفوا ان شاء الله عين مزيان ويساير هذه الاعمال هذه. كنشكروا وكنرحبوا بالسيد الوالي المهدي الجديد، كان كلمة حق في السيد سي محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. حضرنا معه أنشطة، وأنشطة كانت رائعة، وصراحة مع المجتمع المدني كذلك عمره ما قصى المجتمع المدني، كيتواصل معنا مباشرة. فوقاش ما بغينا اللقاء مع السيد الوالي كان كيتواصل معنا، وكنشكروه على جهة ديالنا ديال الشمال اللي صراحة زينها بالنسبة للمناطق الخضراء والأنشطة اللي عملت في مدينة طنجة أو في رينكون تطوان. صراحة كان غيره من السيد الوالي، يعني مشى للرباط وغادي أكيد غادي يرد مدينة الرباط زاهرة زاهرة جدا. من هذا المنبر كنبغيو نشكروا السيد الوالي اليعقوبي محمد اليعقوبي، وكنشكروه بزاف 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 على الخدمات اللي دار لمدينة طنجة، اللي حنا كنفتخروا بها وحنا كنفتخروا به، وغنقول ليه غنفتقدوك، وكنقولوا دائما وابدا الرجل المناسب في المكان المناسب. وكنرحبوا بسعاده الوالي الجديد السيد محمد المهدي، وكنشكروه حتى هو، وتنتمناو ليه التوفيق في المسيره ديالو، والله ينصر سيدي. صراحه السيد الوالي كنشكروا من هذا المنبر نيابه عن الجمعيات كاملين، اللي صراحه عاوننا بزاف، صراحه عاوننا بزاف شخصيا وجميع الجمعيات كنقولوا هذا الكلام هذا. وكنتمنوا ان شاء الله يسهل له ربي الامور ديالو في الرباط، وكنرحبوا بالوالي الجديد ان شاء الله. هي فرصه باش نودعوا الوالي سي محمد اليعقوبي، وكنشكروه على كل ما قدم لمدينه طنجه وجهه طنجه تطوان الحسيمه. صراحه كنشكروه على الدعم ديالو للمجتمع المدني ككل،
وكنطلبوا من الله يوفق الوالي الجديد. حنا اكيدين انه غادي يكون خير خلف لخير سلف. وشكرا بزاف اننا كنا في هذا الحفل هذا الرائع، وكنشكروا كل الحاضرين والله يوفق الجميع. حضرنا التنصيب اللي هو تنصيب في المستوى العالي ويليق بالوالي الجديد وبالوالي القادم اللي هو السيد محمد اليعقوبي، لانه سيد كان خدوم وكان سيد بمعنى ميدان بامتياز. بكل صراحه فقدناه، ولكن نتمنى الخير في السيد الوالي محمد المهدني الجديد اللي هو توا يشهد له الكفاءه ديالو في الماضي. يعني نطلب الله من السميع العليم ان يكون في حسن ظن جلاله الملك والساكنه ديال الطنجاويه والمجتمع المدني، ويهتم بانه يهتم بالمجتمع المدني. المجتمع المدني عنده توا واحد الدور بالنسبه للتسيير يعني في الشان المحلي والاجتماعي خاصه على ساكنه مدينه طنجه. اما بالنسبه للسيد محمد العقوبي بكل صراحه بحكم القرب منه واللقاءات معه، يعني صح رجل ميدان ورجل خدوم ورجل طيبوب له كفاءة ما يكفي في مجال تسيير الشحن المحلي. يعني بكل صراحة رجل من ذهب، بعد الله فدا كنقولوا رجل من ذهب، ونتمنى له التوفيق في المهام ديالو الجديدة. نتمنوا للوالي ديالنا اليعقوب اللي غادرنا مسيره موفقه في جهه ديال الرباط سلا، وكنتمنوا من الوالي اللي جا عندنا جديد انه يكمل المسيره التنمويه اللي بداها السيد الوالي السابق، وكنتمنوا الخير للمدينه ديال طنجه اللي هي مدينتنا كامله، سواء كانت في العهد الوالي هذا او للعهد الوالي الجديد ان شاء الله، ومسيره موفقه ان شاء الله. كنشكر السيد الوالي اليعقوب على المجهودات في بناء ديال المشاريع اللي قاموا بها في طنجة في ظرف وجيز، يعني صراحة يعني قام بمجهودات جبارة، وكان غنفتقدوه إن شاء الله بإذن الله مع سميتو، ولكن كنتمنى إن شاء الله من هذا الوالي اللي جا جديد يكمل المسيرة ديالو ويكمل المشاريع اللي بداها السي اليعقوبي إن شاء الله بإذن الله. إذا مدينة طنجة اليوم شهدت على التنصيب ديال السيد الوالي الجديد، وحنا في التطلعات كفاعلين جمعويين كاعلاميين في مدينه طنجه كنتمنوا التطلعات ديالنا ان السيد الوالي الجديد يكون حتى هو يركز ويعمل يده على جميع المشاكل ديال طنجه، وعلى خصوصا على الجهه عموما.